حضرنا كقيادات ديال ومن عامي الاحزاب ديال اليسار الديمقراطي وكذا تنظيمات النقابيه الحاضره معنا والجمعويه جزء من المحاكمه ديال شباب الحراك، واللي كيتصادح من خلال هذه المجموعه اللي تقدمت الان ان المتابعات هي متابعات في الواقع واهيه لا تنبني على اسس قانونيه، لان كلهم دايرين لهم انهم يتابعونهم في حاله اعتقال لان اعتبروهم كانوا في حاله كما نقولها في حاله التلبس في حاله التلبس، والحال ان تم توضيح من طرف كل المحامين اللي دخلوا بالحجج القانونيه والواقعيه والماديه ان حاله البوس تنتفي فيها في حال الحاله نتاعهم. كذلك هناك خروقات متعدده فيما يخص المحاضر، هناك محاضر غير موقعه من طرف المتابعون، هناك محاضر حررت من طرف المحررين ديال المحاضر اللي هما خارج التراب ديال 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 الوجده وديال الجراده الى اخره، وهذا بطبيعه الحال المحامون يطالبون اساسا باسقاط هذه المحاضر وعدم اخذها بعين الاعتبار، ويطالبون باطلاق سراح المعتقلون، واذا كان يطالب بالمحاكمه العادله بطبيعه الحال التي تبتدئ من 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 البت في هذه الدفعات الشكليه اللي قدموها الصباح. اولا للمطالبه باطلاق سراحهم ولابلاغ واعلان دعمنا ومساندتنا المطلقه لحراك مدينه جراده ولساكنه جراده، وللمطالبه بوضع حد لهذا الاحتقان الذي يشوه سمعة المغرب خاصة في هذا الظرف الذي تمر منه القضية الوطنية بمنعطف خطير، وبالتالي نطالب بوضع حد لهذا الاحتقان وإطلاق كافة المعتقلين وإيقاف المتابعات والاستجابة الفورية لمطالب ساكنة جرادة، وهي مطالب تعترف الحكومة والدولة بمشروعيتها، وينبغي أن تأخذ إجراءات ملموسة لتحقيقها على أرض الواقع في أقرب الآجال. حضور ديالنا اليوم هنا هو إطار الدعم والمساندة ومؤازرة ديال الشباب اللي معتقل بشكل تعسفي، ناس كيطالبوا بحقوقهم، مطالب اجتماعية بسيطة، وإذا بهم يزجوا بهم في السجن. مع الأسف المقاربة الأمنية عاود رجعات، المقاربة القمعية عاود رجعات، يعني كنعيشوا بحال سنوات الرصاص، ولكن بشكل مقنع هل اللي وقع في الحسيمة من بعد من الناس خرجوا يحتجوا من أجل مطالب اجتماعية هما باقي لحد الآن في السجن هذه مدة. كذلك بالنسبة للشباب ديال جرادة وهاد الإخوان اللي حالهم مباشرة على المحكمة الجنايات، يعني مسألة هذا تحول خطير، هذا منحى خطير اللي غير مقبول في الدولة اللي كتدعي بأن دولة الحق والقانون واحترام الحريات ودستور جديد كيتكلموا عن احترام الحريات والمواثيق الدولية. كنلاحظوا بأنه المخزن يعني كيضرب بعرض الحائط جميع القوانين وجميع المواثيق الدولية، وكاين تراجع خطير على الحريات العامة كنشهدوا في واحد عدد المجالات، وهذا أكبر مثال. طبيعة الحال اليوم بدأت المحاكمة، كانت دخلوا المحامين الدفاع بين الشرفاء على كيدافعوا على المعتقلين، وركزوا بالاساس بخصوص واحد الاربعه اللي كانوا يديروا حديث السير، ركزوا بالاساس على الدفعات الشكليه في اطار غياب حاله التلبس، وحاله التلبس هي مساله اللي قانونيه وماديه اللي غائبه، انهم داروا حديث السير ولفقوا لهم تهم مرتبطه بالعصيان المدني وبالتكسير والى اخره الى اخره.